الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان، ونبقى في هذه المرة في محافظة أسوان، حيث شهد محافظها اللواء أشرف عطية والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري انطلاق فعاليات منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان بجنوب الصعيد، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من ممثلي منظمات المجتمع المدني. تفاصيل وفاء مع زميل أنس النمر. بدأت اليوم بأسوان فعاليات منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان لمحافظات جنوب الصعيد، وقد شهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى السيد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلو منظمات المجتمع المدني والهيئات الشبابية. ويهدف هذا الملتقى إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوطين مفاهيم حقوق الإنسان بمحافظات جنوب الصعيد. الحقيقة احنا انطلاقا من تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاقه للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، احنا ابتدينا في مجلس الشباب المصري بنشتغل بشكل موسع جدا على ان احنا فكرة التوعية بحقوق الإنسان، وان الناس تبقى عارفة يعني ايه استراتيجية وايه هي حقوقها. وحقوق الإنسان بتشمل حاجات كتير جدا زي حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا نوع من انواع الحقوق. الفكره كلها ان احنا مش هنستنى زي زمان ان احنا الناس تدور بنفسها، لا، احنا قلنا ان احنا هنوفر على حضراتكم وهننزل لغايه حضراتكم. احنا كنا عملنا النسخه الاولى من حوالي شهر في الدلتا في محافظه البحيره، والنهارده بنبدا النسخه الثانيه في محافظه اسوان اقصى جنوب مصر، علشان خاطر نوعي الناس ونفهمها بمدى اهميه استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان. كان زمان ان احنا بنسمع كلمه حقوق انسان الناس بتتخض منها، فالحقيقه احنا بنقول لا، الرساله اختلفت، الموضوع مختلف تماما دلوقتي. انت من حقك تعرف كل حقوقك، ومن حقنا ان احنا نسال ونعرف ونفهم ايه المفروض اللي احنا لينا. وهي يعني مجموعه من الحقوق والواجبات، يعني طبعا ما هو لما حد يعرف ايه هي الحقوق هيعرف بالظبط المطلوب منه ايه كمان كواجب، خصوصا لما تكون جايه من راس الدوله، في ممثلا في فخامه السيد الرئيس لحد اصغر موظف في الدوله، كلنا شغالين في هدف واحد. منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان هو متعلق بتنفيذ البند الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها فخامة الرئيس السنة اللي فاتت. والاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان بتنص على بند متعلق اللي هو البند الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات. دايما ملف حقوق الإنسان بيقتصر فهمه على المشاركة السياسية، وهو الأمر اللي خلى مجلس الشباب المصري يسعى لتطبيق التثقيف في مجال حقوق الإنسان في كافة محافظات مصر، عشان حقوق الإنسان هي مش بس مشاركة سياسية، احنا عندنا حقوق كتير جدا بتمثل للفرد، حق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الحياة، كلها حقوق خاصة بالفرد. فإزاي ان احنا نعرف الأفراد وبالذات الشباب داخل كل المجتمعات المحلية في كل المحافظات ان هو لما بيروح المدرسة كل يوم هو بيمارس حقه في التعليم، لما بيتعب وبيتعالج بيمارس حقه في الصحة، لما أساسا مفهوم حقوق الإنسان بالنسبة له يكون ايه؟ حقوق الإنسان مش مصطلح يخوف، الناس بتخاف تتكلم عن حقوق الإنسان، احنا بنسعى ان احنا نقول للناس حقوقكم ايه وواجباتكم ايه جوه المجتمع. ومش عايزين ناس تجينا المركزية في القاهرة، احنا اللي بنتحرك نروح كل الناس. احنا بنعمل المنتدى في محافظة أسوان في جنوب الصعيد، وكنا الأسبوع اللي فات بنعمله في محافظات الدلتا، كنا مختارين البحيرة. ولما جينا نشتغل في أسوان احنا بس بنعمل إطلاق للمنتدى عشان نوعي الناس بحقوق الإنسان، بس احنا هندخل مركز مركز جوه أسوان نعمل دورات تدريبية بنسقل بيها مهارات الشباب، ومش بس شباب، التنفيذيين داخل القطاعات المختلفة، داخل النقابات، داخل منظمات المجتمع المدني، العاملين في المحافظات، كمان رباط المنزل. ازاي نحن نخلي الامهات عندها وعي بحقوق الانسان عشان تزرعه جوه اطفالها؟ اولا احنا سعداء جدا انه هذا المنتدى يقام في محافظه اسوان، واحنا بنرحب بسياده الوزيره وسياده المحافظ وبنرحب بالجميع وبكل الحضور. حقوق الانسان دي بتمثل حاليا نقطه مهمه ونقطه جوهريه في العالم كله، العالم كله بيهتم بحقوق الانسان. ايه حق الانسان؟ او ايه حق المواطن؟ المواطن انه يعيش حياه كريمه، ودي في مصر طبعا والله الحمد على ارض الواقع منفذه والحمد لله، ان الانسان له حقوق لازم ياخدها في وطنه كمواطن، في الماكل، في الملبس، في الامن والامان. وبعدين مطلوب ايه؟ هو مطلوب من الانسان ايه؟ او مطلوب من القائد اللي بيحكم الدوله ايه؟ حاجتين، اتنين، الامن
والاكل والشرب، ودول لله الحمد في جمهوريه مصر العربيه محققين تمام. يعني ربنا قال كده في القران: لإله في قريش إلى فهم للحتى الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت اللي يطعمهم من جوع وامنهم ايه من خوف. اي رئيس في الدنيا في العالم مطلوب منه حاجتين اثنين، اللي هم الامن الذي امنهم واطعمهم وامنهم من خوف، والاثنين في جمهوريه مصر العربيه دي موجودين ولله الحمد. تضمنت الجلسة الأولى للمنتدى آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقراءة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تابع لكم المنتدى أنس النمر للقناة الثامنة. نشرة الأخبار متواصلة.